السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ تقول عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب تكونوا النهارده برضو حلتوا في الامتحان كويس، و يعني لو ما حلتوش كويس برضو فانتوا لسه في اول امتحان، في اول شهر في الكليه، لسه قدامكم بقيه ال5 سنين تعودوا فيها. مبروك يعني اللي جاب درجه حلوه وفرحته كده. معاكم زميلتكم داليا عماد، فرقه تالتة، وان شاء الله مع بعض النهارده نشوف تاني توتوريال في الانزيمز، تاني توتوريال قصدي بعنوان الانزيمز. وهو صراحة يعني توتوريال لذيذ خالص يعني، ويعتبر واخدين خلفية عنه من زمان، من اعدادي وثانوي، فالموضوع مش جديد علينا. الجديد بس هيكون في المصطلحات بالانجليزي وكده، وحبة بس اضافات كده يعني. طيب نبدأ بقى، بسم الله كده، نشوف المحاضرة بتاعتنا او التوتوريال. بس قبل ما نبدأ عايزين ندعي لاخواتنا اللي سبقونا، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم في فسيح جناته يا رب، ويجعل السنين اللي قضوها في الكلية شفيعة ليهم يا رب، وفي ميزان حسناتهم. وما ننساش طبعا اهلنا في فلسطين وغزة، ربنا يحفظهم يا رب ويعينهم ويصبرهم، ما ننساهمش خالص. طيب نخش بقى في التوتوريال بتاعنا النهاردة. التوتوريال بتاعنا بعنوان الانزيمز، الانزيمات، ودي يعني احنا طفحناها كتير في اعدادي وفي ثانوي، ويعني عارفينها كده كده، بس يعني هنتوسع بقى في المعلومات بتاعتها النهاردة. وعايزه قبل ما نبدا نبقى عارفين ايه الحاجات اللي المفروض نبقى طالعين عارفينها من المحاضره دي او التوتوريال ده ايا كان. يعني انا هقعد اقول المحاضره بقى، الحته الاوبجكتيف دي يعني مهمه شويه، انا مش هطول يعني في الحته دي، ان انت بس تبقى عارف كل جزئيه بتتكلم عن ايه. يعني حته الديفينيشن بتتكلم يعني ايه الديفينيشن، حته الكيميكال نيتشر بتاعتها ايه، يعني ايه الكيميكال نيتشر ده، الموضوع ده او النقطه دي في التوتوريال بتتكلم عن ايه. ده هيفيدك اكتر في حته الاساي وكده، ان انت تبقى عارف الجزئيه على بعضها بالعنوان بتاعها. طيب المفروض ان احنا النهارده هنتكلم عن الديفينيشن بتاع الانزيم، وتركيب الانزيم ذات نفسه، الكيميكال نيتشر بتاعته. واحنا عارفين من زمان ان الانزيمات دي هي عباره عن مواد متخصصه، فاحنا عايزين نشوف التخصصيه بتاعتها ودرجه التخصصيه بتاعت كل انزيم. فهنتكلم عن موضوع الاول ايه الانزيم سبيسيفيستي، والميكانيزم اوف اكشن، والنظريات اللي بتفسر الميكانيزم اوف اكشن ده، تمام كده. وهنتكلم عن الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو اكشن، يعني احنا ازاي بنقسم الانزيمات على حسب التفاعل اللي هي بتقوم بيه. كل تفاعل الانزيمه هي يعني هيقوم بيه كده، هنقوم مقسمين الانزيمات دي على حسب التفاعل ده، وبرده العوامل المؤثره على الانزيمات. طيب احنا كده عرفنا النقط الاساسيه اللي احنا المفروض نكون خارجين عارفينها، تمام. دي كده بعد ما تخلص المحاضرة تقوم جايب السلايد دي وتشوف كل نقطة من دول انت فاكر فيها ايه او فهمت فيها ايه، تمام كده. طيب نبدأ بقى في التوتوريال بتاعنا. اول حاجة الديفينيشن، احنا عارفين من زمان خالص بقى ان احنا عندنا الانزيمات دي عبارة عن ايه، عبارة عن مواد عضوية تعمل كمحفزات للتفاعلات البيولوجية، تمام، تؤثر في التفاعل، تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي وتؤثر في التفاعل ولا تتأثر به. ده كده يعني حاجة بسيطة قوي. طب احنا عايزين نترجم بقى الكلام العربي ده كلام انجليزي، هنقول ايه؟ هنقول ان الانزيمات دي عبارة عن بيولوجيكال كاتاليست، تمام. يعني ايه كاتاليست؟ كاتاليست دي يعني محفزات، والحتة دي مهمة. يعني انا طول ما انا ماشية كده هقول لكم التأكيدات بتاعة الدكتورة، هو الريكورد ما كانش يعني اوضح حاجة، بس انا حاولت اكون يعني كل اذان صغيرة كده بسمع كل كلمة، فان شاء الله كل يعني طول ما انا ماشية كده هقول لكم تأكيدات الدكتورة. طيب الانزيمات عبارة عن ايه؟ بيولوجيكال كاتاليست، محفزات بيولوجية، محفزات للتفاعلات البيولوجية اللي بتحصل جوه الخلايا، تمام. لان اي تفاعل في الجسم يعني جوه خلايا الجسم بيبقى محتاج الانزيمات، لان انت مثلا انت بره في المعمل التفاعل ده بيتم في وجود درجة حرارة. طيب الجسم ليه درجة حرارة معينة 37، وبيلتزم بدرجة الحرارة دي. يعني لو حصل اي زيادة او اي نقص الخلية كده هيحصل في، يعني لو زادت قوي الخلية هتموت، لو برضو قلت قوي الخلية هتموت، تمام. فلازم التفاعل ده يكون في حاجة تانية تحفزه غير الحرارة، فالانزيمات هي اللي بتقوم بدور الحرارة دي، فهي تعمل كمحفزات. طيب الانزيمات ار ايه؟ بيولوجيكال كاتاليست، بتنكريز الريت اوف الكيميكال رياكشن، بتسرع حدوث التفاعل بدل الحرارة اللي احنا كنا ايه اللي احنا مش هينفع نستخدمها في الجسم. طيب ودي بقى النقطة اللي بتوضح لك ان هو ايه، ان الانزيمات دي بتغني عن وجود درجة الحرارة. يعني الانزيمز دي enable a chemical reaction to proceed under different conditions، يعني بتخلي التفاعل يمشي تحت الظروف اللي الجسم فرضها عليه، تمام كده، اللي هي ايه درجة الحرارة معينة اللي هي 37. طيب وقلنا ان هي تؤثر في التفاعل، يعني ايه تؤثر في التفاعل؟ يعني المواد اللي داخلة في التفاعل بتحولها
لو انا ناتج يعني السبستريت اللي هي المتفاعلات بتتحول لنواتج اللي هي برودكت، تمام، ولا تتاثر بيه. دي معناه ايه؟ ان هو ار نوت تشينجد اور يوزد اب. يوزد اب دي معناها ان هي بتستهلك او تركيبها الكيميائي بيتغير، فهي كده مش بتتاثر بالتفاعل، وبنقدر نستخدمها في تفاعلات تانية يعني بعد كده. يبقى زي زي كان بي يوزد اوفر اند اوفر اجين، تمام كده. يبقى ده كده الديفينيشن بتاع الانزيمز. قلنا ايه اهم الكلمات اللي احنا المفروض نبقى عارفينها؟ ان هي عباره عن كاتاليست بت increase rate of reaction، بت enable chemical reaction to proceed under different condition، و ال substrate يعني تتحول ل product، ده بديهي يعني، و are not used up or changed. طيب احنا كده خلصنا. او ناخد بس سؤال على الجزئيه اللي احنا خلصناها دي. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انهي جمله من دول هتكون صحيحه عن الانزيمات، تمام، او كل دول صح ما عدا، تمام. طيب بتاكت از كاتاليست، اهو. طيب بت increase the rate of reaction، ايوه، بتسرع حدوث التفاعل الكيميائي بدل من وجود الحراره. طيب can not be used over and over again، لا، المفروض ان هي مش بتتاثر بالتفاعل، فبنستخدمها في تفاعلات جايه بعد كده. طيب change substrate to product، ده حاجه بديهيه، فالاجابه هتكون ايه؟ الاجابه هتكون سي. معلش هي مقلوبه كده مش عارفه ليه، بس الاجابه هتكون سي. طيب احنا كده خلصنا اول اوبجكتيف معانا في المحاضره دي، اللي هو الايه، اللي هو الديفينيشن، ومش هعيد عليه تاني لان هو ايه، بديهي جدا وسهل جدا، واحنا خدناه كتير قبل كده. طيب نخش بقى على التركيب الكيميائي بتاع الانزيم. والسلايد دي يعني مهمه جدا، لان الدكتوره شرحت فيها وبرضه قعدت تاكد فيها على حبه حاجات كده، يعني السلايد يعتبر كلها مهمه. طيب احنا عايزين نعرف التركيب الكيميائي بتاع الانزيمات. انت كنت بتاخد في الثانوي ان الانزيمات يقول لك ايه، هي مواد بروتينية، بس المعلومة دي مش دقيقة جدا. فدلوقتي بقى هنقول يعني، او هنوضح بقى التكة، ان الانزيمات دي ممكن يكون تركيبها بروتين، او ممكن يكون تركيبها ار ان ايه. المعظم بيكون تركيبه بروتين، ولكن ما ننساش ان بيبقى فيه كمية برضو موجودة بس صغيرة بتبقى تركيبها ار ان ايه، بنسميها الرايبوزيمز. طيب نبدا بقى بالحته بتاعه الار ان اي دي، بما انها صغيره. الار ان اي ده، الار ان اي انزيم، بيبقى ايه الوظائف اللي هو بيقوم بيها؟ ان هو بيعمل ار ان اي سبلايسنج وبروتين سينثيسايز. يعني ايه سبلايسنج دي؟ سبلايسنج دي يعني لحام، يعني بيقوم قاطع حته ولحمها بحته تانية، فهو بيستخدم في الكاتنج اند فورميشن اوف نيو، او اللي هو الرابط بتاعه الار ان اي. طيب انما البروتين سينثيسايز بقى، فهو بيكون ايه يعني، من اسمها سينثيسايز، فهو بيكون البيبتايد بوند بتاعه البروتينز، تمام كده. فاحنا عرفنا ان الانزيمز اولموست ار بروتين، يعني معظمها بروتين، ولكن ما ننساش ان بيبقى فيه جزء ضئيل منها بيبقى ار ان ايه، تمام، بيستخدم في الار ان ايه سبلايسنج اند البروتين سينثيسايز. طيب الجزء اللي هو البروتين ده، هل بيكون بروتين 100% ولا بيكون داخل معاه مواد تانية في تركيب الانزيم ده؟ لا، هو قال لك ممكن يكون 100% بروتين، وممكن يكون كونجوجيت بروتين. يبقى الاولموست بروتينز دول اما ان هم يكونوا سامبل بروتين او كونجوجيت بروتين. كونجوجيت دي يعني اللي هو ملتحم مع حاجه تانية او مرتبط مع حاجه تانية. طيب الكونجوجيت بروتين ده ليه اسم تاني اسمه هولو انزيم، وبرده ركز على الكلمه دي، هولو انزيم. هولو دي تحس كده ان هي جايه من كلمه هول، هول ثانيه، هول، تمام. هو دي يعني كل، يعني الانزيم ده فيه كل حاجه، فيه بروتين بارت وفيه نون بروتين بارت، تمام كده. فالكونجوجيت بروتين اسمه ايه؟ اسمه هولو انزيم. طيب الهولو انزيم ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه بروتين بارت ونون بروتين بارت. البروتين ده، البروتين بارت ده بنسميه ايه؟ بنسميه ابو انزيم. ابو انزيم هنسكمها ازاي؟ هنسكمها ان البروتين بارت ده هو اساس الهولو انزيم، فهو ده الاب بتاع الهولو انزيم، هو ده اساس الهولو انزيم، فهنسميه ابو بروتين. طيب النون بروتين بارت ده بقى، ده حاجه مساعده للبروتين عشان يكون الانزيم. يعني هو البروتين بارت ده مش هيقدر يكون، هو اساسه بس مش يعني هو لوحده مش كفايه، لازم يبقى معاه حاجه بس تساعده، فنسميه كو فاكتور، ماشي، حاجه مساعده، عامل مساعد. طيب النون بروتين بارت ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون اورجانيك او ان اورجانيك، ممكن يكون ماده عضويه او ان اورجانيك، اللي هي زي المينرالز، زي الكالسيوم، زي الايرن، وزي ال حاجات يعني، حاجات مينرالز يعني، المغنيسيوم برضو. فالاورجانيك ده والان اورجانيك ممكن يعني، بص هقول لك على حاجه، انت عندك سواء كان اورجانيك او ان اورجانيك ممكن يكون ماسك في الاب انزيم ده بشكل فيرمي،
او بشكل اللي هو لوزلي اتاتشد او ايزلي اتاتشد، يعني يا اما بيكون ماسك فيه جدا جدا يكاد يكونوا جزء واحد لا يتجزأ من بعضهم، او لوزلي اللي هم عبارة عن جزئين انت يعني تعتبرهم جزئين منفصلين عادي، تمام كده. يبقى كل واحد من الاورجانيك او الان اورجانيك اما ان هو يكون ماسك ايزلي او لوزلي او ماسك فيرملي. طيب التسمية بتاعت الاورجانيك بارت دي هتختلف على حسب نوع الاتاتشمنت بتاعه في البروتين بارت. طيب ازاي بقى؟ هنلاقي ان احنا عندنا لما يكون الاورجانيك بارت ده ماسك بصوره ايزلي هنسميه كو انزيم. هنسميه ايه؟ كو انزيم. يعني كو انزيمز دي تحسسك ان هو ايه، بيجي يساعده بس ساعه التفاعل، واول ما التفاعل يخلص خلاص يعني كل واحد بيروح لحاله، ان هو ايه ايزلي اتاتشد. انما الفيرملي اتاتشد بنسميها بروستيت جروب. بروستيت جروب، جروب دي برضو يعني ايه، تحلك ان هو ده جزء من او مجموعه لا تتجزأ من الكونجوجيت بروتين. انا بحاول استكملها لكم عشان تبقوا فاكرينها. يعني يبقى الاورجانيك لما يكون ماسك بصوره ايزلي او لوزلي هنسميه ايه، كو انزيم. وفرق ما بينها وما بين الكوفاكتور، انما بروتين بارت هو اللي بنسميه كوفاكتور، انما الاورجانيك بارت لما يكون ماسك بصوره ايزلي هو ده اللي بنسميه كو انزيم، ده مساعد الانزيم، تمام. طيب لما بيكون ماسك بصوره فيرملي ده بنسميها بروستيتك جروب، تمام كده، بروستيتك جروب. طيب الانورجانيك بارت او المينرالز بقى لما تكون ماسكه بصوره فيرملي، فيرملي بنسميها ايه، ميتالو انزيم، ميتالو انزيم. برضو هنسكمها ازاي، ان احنا عندنا ده ماسك بصوره كبيره جدا فاحنا الحقناه باسم الانزيم، يعني خليناه جزء لا يتجزأ من الانزيم، ميتالو انزيم. اضفنا صفه اللي هو الميتال دي المعدنيه دي للانزيم فسميناه ايه، ميتالو انزيم، لان هو بقى جزء لا يتجزأ من الانزيم. انما بقى لو هو ماسك بصوره ازلي او لوزلي هنسميه ايه، ميتال اكتيفيتد انزيم، زي ده كده كو انزيم، هو بيجي يساعد ساعه التفاعل وخلاص. ده برضو المينرال ده او الميتال ده هيأكتف الانزيم ساعه التفاعل، وبعد كده بقى ايه كل واحد يروح لحاله. فهمتوا كده؟ طيب نعيد عليها مره كمان، احنا قلنا ان الانزيمات اولموست ار بروتين وسمول نمبر، بيكون ايه، بيكون ار ان ايه اللي هو الرايبوزوم، بيستخدم في الار ان سبلايسنج والبروتين سينثيز. انما البروتين بقى ممكن يكون 100% بروتين او ممكن يكون كونجوجيت البروتين، يعني معاه حاجه يعني البروتين بارت ونان بروتين بارت. والكونجوجيت ده احنا بنسميه ايه، بنسميه هولو انزيم، هولو انزيم. طيب البروتين بارت ده احنا بنسميه ايه، ابو انزيم، هو ده اساس الانزيم. انما النان بروتين بارت ده حاجه مساعده فاحنا بنسميها كو فاكتور. طيب النان بروتين ده، النان بروتين بارت ممكن يكون اورجانيك او ان اورجانيك. طيب الاورجانيك هنسميه ايه، لما يكون ايزلي هنسميه كو انزيم، هو بيجي يساعده كده تمام ساعه التفاعل وخلاص. انما بقى لما يكون ماسك فيرملي فهو بقى جزء من البروتين، جروب كده من البروتين، مجموعة من البروتين ذات نفسه يعني. طيب فبنسميها ايه، بروستيتك جروب. طيب الان اورجانيك او المينرالز لما تكون ماسكه بصوره فيرملي فاحنا الحقنا صفه المينرالز دي او الميتاليتي دي بالانزيم فنسميه ميتالو انزيم، ميتالو انزيم، جزء لا يتجزأ منه. طيب لما يكون ماسك بقى ايه بصوره ايزلي كده او لوز فاحنا نسميه ايه، ميتال اكتيفيت انزيم، بيجي اكتيف ساعه التفاعل وخلاص بقى ايه كل واحد يروح في حاله. طيب في بقى حبه نوتس كده، ان الار ان سبلايسنج زي ما قلنا ان هو اللحام، ان هو بيحفز تكسير او قطع يعني وتكوين الفوسفو داي استر بوندز اللي بتبقى موجوده في الار ان ايه، تمام. الفوسفو داي استر بوند ده مع ايه، مع الار ان سبلايسنج. انما البروتين من اسمها هيكون البيبتايد، يبقى البروتين بيبتايد والار ان سبلايسنج الفوسفو داي استر، تمام كده. طيب البروستيت الجروب دي امثلتها ايه، الفاد والتي بي بي والبي ال بي، فاد وتي بي بي وبي ال بي. يعني الصراحه دي ما يعني ما عنديش تسكيمه ليها فهتتحفظ كده. طيب عندنا بقى الايه، الميتالو انزيم والميتال اكتيفيتد انزيم، الميتالو انزيم والميتال اكتيفيتد انزيم. الميتالو انزيم دي بيشرح لك بقى يعني هو بيبقى ماسك بصوره فيرملي، يعني احنا ما نقدرش نشيله من الانزيم من غير ما يعني من غير ما يعمل قلبان كده في تركيب الانزيم، تمام. يعني هو خلاص كان جزء لا يتجزأ منه وخلاص الحقنا صفه اللي هو بقى ميتالو انزيم، يعني هو الانزيم ده بقى معدني بالانزيم. فاحنا لما نشيل المجموعه اللي هي الانورجانيك دي هيحصل خلل في تركيب الانزيم، تمام كده، لان هو ماسك بصوره فيرملي. طب ايه المثال بتاعه، كربونيك انهيدريس، هنسكمها ازاي، ان هو بقى المينرال ده بقى جزء لا يتجزأ من الانزيم فاحنا هنحط مينرال، هنحط الكربون، يعني هنحط حاجه ان اورجانيك يعني اللي هو الكربون، تمام كده. طيب انما بقى الايه، الميتال اكتيفيتد انزيم، فهو الانزيم ده او المينرال ده، سوري، المينرال ده بيجي اكتف الانزيم ساعه التفاعل وخلاص،
ماشي. فاحنا يعني ليه هنحط مثلا اسم معدن على الانزيم؟ فهنسمي الانزيم باسمه اللي هو كينيز. كينيز ده هنعرف كمان شوية او هتعرفه بعدين ان هو بيستخدم في نقل يعني مجموعة وظيفية مثلا من مركب لمركب تاني، تمام. فالميتال اكتيف انزيم ده المينرال بيكون ماسك بصورة ايزلي، يعني بيكون اسوشيتد بات نوت باوند تو ذا انزيم اند كان بي ريموفد ويز اوت كوزنج اني ديناتوريشن او تشينج في الثري دايمنشن ستراكشر اوف الانزيم. يعني انت لو شلته مش هيحصل اي تأثير في تركيب الانزيم، ولا هيحصل له اي خلل ولا اي حاجة. ليه؟ لان هو بيبقى ماسك بصورة ايزلي، بصورة لوزلي، بيجي اكتفه ساعة التفاعل وخلاص بقى، على كده بقى كل واحد يروح لحاله. فاحنا مش هنحط يعني دلالة على المينرال ده في اسم الانزيم، فهنسميه كينيز. انما ده عشان بقى جزء لا يتجزأ منه، فاحنا هنحط دلالة على المينرال ده في اسم الانزيم، فهنسميه كربونيك انهيدريز. الحاجات دي يعني ايه؟ للتسكين، تمام كده. طيب احنا كده خلصنا الايه، الكيميكال نيتشر بتاعت الانزيمات. طيب ناخد سؤالين كده. السؤال ده مهم والدكتوره قالت ان هو ده ام سي كيو. طيب اولموست انزايم ار ايه ان نيتشر، البروتين ان نيتشر، السمول نمبر هي الاي ار ان اي، بنسميها ريبوزوم. بتستخدم في ايه وايه؟ في الار ان سبلايسنج اللي هي الفوسفودي استر بوند، والبروتين سينثايز من اسمها بروتين يبقى بيبتايد. طيب عندنا بقى اول ار ترو اباوت الميتالو انزيمز اكسبت، يعني كل ده صح عن الميتالو انزيم ما عدا بتتكون من بروتين بارت ونون بروتين بارت، صح. كان بي ريموفد from الانزيم without any distributing، لا لو شلناه هيحصل خلل. فيرم اتاتشد، ايوه. طب النون بروتين بارت ده ان اورجانيك، طبيعي مهمتها اللي هتبقى ايه؟ هتبقى ان اورجانيك. فالاجابه هتكون ايه؟ الاجابه هتكون بي. طيب يبقى احنا كده خلصنا الكيميكال نيتشر، عرفنا في الديفينيشن ان هي بتبقى كاتاليست بتسبيد اب التفاعل ده وبتنبل التفاعل ده ان هو يحدث في ظروف معينة. انا مش فاكرة الكلام الانجليزي بس ماشي. وبرضو ان هي بتتشينج السبستريت دي البرودكت، وان هي ايه؟ not change by reaction or used up. فاحنا بنستخدمها over and over again. طيب الكيميكال نيتشر عرفنا ايه؟ عرفنا ان هي almost ار بروتين وسمول نمبر بيكون ار ان ايه. طيب البروتين ده ممكن يكون سيمبل او كونجوجيتد، اللي هو ايه؟ اللي هو هولو انزيم، اللي هو بيتكون من كل حاجة هول، تمام كده. طيب وهولو انزيم دي مهمه والدكتور اكدت عليها. طيب انا بسمع لكم كده بقول لكم اهم الكلام اللي عن الكيميكال نيتشر. طيب البروتين برضه بيبقى اسمه اب انزيم، انما البروتين برضه بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه كوفاكتور، تمام. اما ان هو يكون اورجانيك او ان اورجانيك. طيب وهتتسمى بقى او هتختلف التسميه بتاعت الاورجانيك او الان اورجانيك على حسب الاتاتشمنت بتاعها فين في الابو انزيم. طيب نخش بقى على ايه؟ على الانزيم سبيسيفيستي. طيب نخش بقى على الايه، على الانزيم سبيسيفيستي. ودلوقتي بقى هنعرف ايه تخصصيه الانزيمات، يعني نعرف هو الانزيم اللي هيشتغل ده هيكون متخصص جدا ولا اقل تخصص، ولا يعني هكذا بقى نعرف بقى التخصصات بتاعه الانزيمات. طيب الانزيم سبيسيفيستي بتتقسم لايه؟ لسبستريت سبيسيفيستي او رياكشن سبيسيفيستي، يعني انزيمات بتكون متخصصه على مواد معينه، وانزيمات بتكون متخصصه لمواد معينه في تفاعلات معينه. فاهمين الفكره؟ يعني دي بتشتغل على مادة معينة او مجموعة من المواد. احنا هنعرف كمان شوية او في التقسيمة اللي بعدها دي ان في انزيمات هي شغلانتها مادة واحدة بس. والله لو جبت لي ايه انا مش هشتغل غير على المادة دي. في انزيمات لا، يعني الدنيا عندها فري شوية، اشتغل على دي واشتغل على دي ما فيش مانع يعني. طيب في بقى ايه انزيمات يعني، او في مواد معينة بتدخل اكتر من تفاعل، فطبيعي مش إن يعني طبيعي من مش ان هي تستخدم انزيم واحد للكذا تفاعل دول. كل تفاعل هيبقى ليه انزيم معين يمشي المادة دي في التفاعل ده. فاهمين؟ وكمان شوية يعني الصورة هتوضح اكتر، بس انا يعني بديك اوفر فيو قبل ما ندخل على التفاصيل. طيب احنا قلنا الانزيم سبيسيفيستي بنقسم للسبستريت والرياكشن. طب السبستريت بقى زي ما قلنا في مواد لا يعني اللي هو ايه، اجيب لكم الكلمة اللي هو يعني مش موضوعية، حيادية كده يعني، بتنحاز لمادة معينة، تمام. اللي هو ايه؟ ابسوليوت، ماشي. ابسوليوت اللي هو ايه؟ انا مثلا هشتغل على الفركتوز، هتشتغل على مادة تانية ابسوليوتلي، لا انا مش عمري ما هشتغل على مادة تانية غير الفركتوز، فابسوليوت، تمام كده. وبرضو في نوع من التخصصين هو بيتخصص بمجموعة معينة، برود دي بقت ايه؟ اوسع بقى. يعني هو هنا كان منغلق على نفسه هو مادة معينة بس اللي بيشتغل عليها، هنا لا بقى اوسع بقى، برود بقى واسع، بيشتغل على جروب معين، تمام كده. طيب
في انزيمات بتبقى متخصصة بربطة معينة، ربطة بيبتيدية، ربطة اللي هو استر بوند مثلا، كوفالنت، وهكذا بقى، يعني النوع معين من الربطة بتشتغل عليه. وفي بقى انزيمات بتشتغل على، واحنا فين، في انزيمات بقى معينة بتشتغل على مجموعة معينة من الايزومرز. يعني انت عندك نوعين من الايزومرز، تمام كده، المتشابهات الكيميائية، يعني هي بتشتغل على نوع واحد بس، اوكي كده. طيب فاحنا كده خدنا اوفر فيو عن الانزيم سبيسيفيستي، نخش بقى في التفاصيل. طيب اول حاجة السبستريت سبيسيفيستي، اول نوع معانا اللي هو الابسوليوت، اللي هو بيشتغل على مادة واحدة بس، only one substrate، only one substrate، طب كده. والمثال بتاعها ايه؟ المثال بتاعها الجلوكوكينيز، والمثال ده مهم والدكتورة أكدت عليه. فالابسوليوت هو بيشتغل على مادة واحدة بس، المثال بتاعه جلوكوكينيز، بيفوسفوريليت only الجلوكوز. يعني ايه بيفوسفوريليت؟ يعني بينقل فوسفوريلاية فوسفورة 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 للجلوكوز، تمام كده. طيب ده كده بالنسبة لإيه الأبسوليوت. هتشتغل على مادة تانية غير الجلوكوز؟ أبسوليوت لا، أنا مش هشتغل غير على الجلوكوز. طيب طيب احنا كده خلصنا الأبسوليوت، نخش بقى على الجروب. الجروب هو بقى ايه، انتشر يعني بمدى أوسع بقى، بقى بيشتغل على أكتر من مادة. فالإنزيم ده بيشتغل على مجموعة معينة من الريليتد سبستريتس، يعني سبستريت فيه بينهم صفة مشتركة، فهو يشتغل على الصفة دي. طيب زي ايه؟ زي الهيكسوكاينيز، ده بيفوسفوريليت الجلوكوز والفركتوز اند اذر هيكسوزيس. يعني ايه؟ يعني بيشتغل على المركبات الكيميائيه اللي بيكون داخل في تكوينها 6 كربونات، تمام كده. طيب كاينيز دي يعني بينقل فوسفوره، تمام. طيب فالجروب المثال بتاعه ايه؟ الهيكسوكاينيز، وده بيشتغل على جروب اوف ريليتد سبستانس، والمثال ده مهم، يعني المثال ده مهم والمثال ده مهم. الجلوكوكينيز ده ابسوليوت، الهيكسو وهيكسوكينيز، هيكسو 6، فهو بيشتغل على جروب اللي بيبقى فيه 6 كربونات، هيكسوكينيز. طب البوند بقى ده بيأكت اون يعني اكت اونلي اون سيرتين بوند، ده بيشتغل على رابطه معينه، تمام. زي مثلا البروتيولاتيك، ده بيشتغل على البيبتايد بوند، بيكسر البيبتايد بوند. اللايبيز ده بيكسر الاستر بوند اللي هي موجوده في الليبيدز، دي بتبقى موجودة فين؟ في البروتينز، تمام كده. طيب وبرضو الأمثلة دي مهمة، يعني دول كده، ودي برضو هتلاقيها برضو مهمة. طيب احنا كده قلنا ان البوند هو بيشتغل على رابطة معينة زي البروتوليتك وزي اللايبيز. طيب الاستيريو بقى ده يشتغل على نوع واحد بس من الايزومر، زي ايه؟ زي ان احنا عندنا الامينو اسيد ودي امينو اسيد، الفرق ما بينهم ان انت عندك مثلا الامينو اسيد بتكون المجموعه الوظيفيه هنا، ودي امينو اسيد بتكون المجموعه الوظيفيه هنا. فهو في انزيمات هتشتغل على البروتينات اللي المجموعه الوظيفيه بتاعتها هنا، وفي انزيمات تانية خالص هتشتغل على البروتينات اللي المجموعه الوظيفيه بتاعتها الناحيه دي. طيب فعندنا مثلا الامثله الامينو اسيد اوكسيديز، وده بياكت اونلي اون الامينو اسيد، تمام، على الايزومر ده اللي هو ال. طيب في انزيمات تانية هتشتغل على الدي، تمام كده. فنعيد السبستريت تاني، احنا قلنا ابسوليوت بيشتغل على سبستريت واحده بس، زي ايه؟ زي الجلوكوكينيز. والجروب هيشتغل على جروب من الريليت سبستانس، زي ايه؟ زي الهيكسوكينيز. البوند هيشتغل على رابطه معينه، تمام، زي البروتيوليتيك وزي اللايبيز. الاستيريو ده هيشتغل على نوع واحد من الايزومرز زي ال امينو اسيد والدي امينو اسيد. طب ده كده السبستريت. بالنسبه للرياكشن بقى، هي الدكتوره ما اكدتش عليه قوي، والمثال ده يعني ما اكدتش عليه قوي، بس برضه هنقوله ان احنا عندنا الرياكشن ده بيقول لك ان السيم سبستريت بتدخل في اكتر من تفاعل كيميائي، وكل تفاعل كيميائي بيكون ليه انزيم معين. ذا سيم سبستريت كان اندرجو ديفرنت تايب اوف رياكشن اتش وان كاتالايزد باي سيبريت انزيم، يعني هي بتدخل اكتر من تفاعل وكل تفاعل ليه انزيم. زي مثلا عندنا البيروفيت، احنا علشان نحولها للاكتيت فاحنا بنستخدم ايه؟ اللاكتيت ده هيدروجينيز، عشان نحوله للاوكسالو اسيتيت بنحوله بنستخدم الكربوكسيليز، الماليت بنحوله لايه؟ لمالك انزيم، بنستخدم سوري المالك انزيم. طيب الالانين بنحول بنستخدم الترانس امينيز، الاسيتايل كو ايه بنستخدم البيروفيت ده هيدروجينيز. فكل يعني تفاعل من ده ليه انزيم سوري ليه انزيم معين مع ان الماده واحده، تمام كده. فده رياكشن سبيسيفيستي، طيب ان كل تفاعل ليه انزيم متخصص بيه. طيب احنا كده خلصنا الكيميكال الانزيم سبيسيفيستي، ناخد عليه سؤالين كده. بيقول لك ايه؟ كل which of the following is categorized by as absolute specific enzyme. absolute احنا قلنا انه بيشتغل على مادة واحدة بس، المثال بتاعه ايه؟ جلوكوكينيز. الاجابة هتكون ايه؟
ايه سوري which of the following is categorized as group specific enzyme، يعني بيشتغل على جروب معين من ال related substrates، اللي هيكون ايه؟ الهيكسوكينيز. اللي الإجابة هتكون ايه؟ اللي الإجابة هتكون بي. طب نعد بسرعة جدا جدا عن على ال enzyme specificity، ان هو قلنا ان هو ممكن يكون substrate او reaction. reaction ده يعني كل المادة واحدة بس هتدخل اكتر من تفاعل، فكل تفاعل لإنزيم معين. طب ال substrate absolute اشتغل على مادة واحدة بس، جلوكوكينيز. طب جروب بيشتغل على جروب اوف ريليتد سبستانس، مجموعه من المواد المتشابهه اللي هو الهيكسوكينيز. بوند بيشتغل على ربطه معينه زي البيبتيديز وزي اللايبيز. الستيرو سبيسيفيستي بيشتغل على نوع واحد من الايزومرز زي ال امينو اسيد اوكسيديز والدي امينو اسيد اوكسيديز. طيب احنا كده خلصنا تلت، يعني يعتبر خلصنا نص المحاضره، خلصنا definition والكيميكال نيتشر والانزيم سبيسيتي. ندخل بقى دلوقتي على الميكانيزم اوف اكشن والنظريات اللي وضحت الميكانيزم اوف اكشن. نخش بقى في الايه، في الميكانيزم اوف اكشن. بيقول لك بقى ايه يعني الانزيم ده بيشتغل ازاي. في واحد اسمه مايكل او ميشيلز مع يعني مع دينا ادمنتون، الاثنين دول افترضوا فرضية معينة بتبين الايه الانزيم اكشن، الاكشن بتاع الانزيم او اللي هو يعني طريقة عمل الانزيم، مش اللي هو عمل انت تعمله، يعني ازاي بيقوم بالدور بتاعه. يعني اللي هيبصص دي يعني الفرضية. على حسب بقى الفرضية اللي هم قالوها، قالوا ان الانزيم ده بيشتغل ازاي. نشوف على الصورة الاول بعد كده نبقى نشوف الكلام. قالك ان الانزيم بيبقى في مكان اسمه الاكتف سايت. الاكتف سايت ده هو ده المكان اللي هيحصل بينه وما بين السبستريت الارتباط، يعني السبستريت هتيجي ترتبط في الاكتف سايت اللي موجود في الانزيم ده. تمام. طيب اول ما السبستريت ترتبط بالانزيم، تمام كده، هيكونوا رابطة مع بعض. الرابطة دي بتكون ايه يعني ايزلي او لوزلي زي ما بيقولوا، يعني هو هش يعني زي ما بيقولوا. تمام. طيب الفترة اللي هم هيكونوا فيها في ارتباط ايزلي او لوزلي دي احنا بنسميها ترانزيشن ستيت، فترة انتقالية. ليه؟ لان هي يعني بيكونوا ماسكين بصورة لوزلي. طب وليه هم بيكونوا ماسكين بصورة لوزلي؟ اصل ازاي هيمسكوا مع بعض بصورة فيرملي والمنتجات او والمتفاعلات دي هتتحول لنواتج؟ لو الاتنين مسكوا بصورة فيرملي النواتج اللي هتتكون دي مش هتعرف تنفصل عن الانزيم، فلازم يبقوا ماسكين بصورة ايزلي عشان النواتج تعرف تنفصل عن الانزيم. تمام كده. يبقى هم قالوا ان الفرضية بتاعتهم الميكانيزم اوف اكشن بتاع الانزيم، ان احنا عندنا بيبقى فيه اكتف سايت موجود على الانزيم، الاكتف سايت ده بيمسك فيه السبستريت. طيب السبستريت والانزيم اللي تم بيكونوا انزيم سبستريت كومبلكس، والمرحلة دي بتكون ترانزيشن ستيت، والارتباط ما بين السبستريت وما بين الانزيم بيكون ضعيف جدا. ليه؟ عشان يقدر المتفاعلات دي تتحول لنواتج والنواتج دي تنفصل عن الانزيم. تمام كده. والانزيم يدخل يخرج سوري زي ما دخل، هيخرج زي ما دخل. تمام كده. طيب نقرأ الكلام بقى. بيقولك ان بيحصل كومباينيشن ما بين الانزيم مع السبستريت في الاكتف سايت الموجود على الانزيم، بعد كده بيكونوا الانزيم سبستريت كومبلكس، ودي مرحلة انتقالية ترانزيانت كومبلكس. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ الكومبلكس ده immediately dissociate. ليه؟ اصل الرابطه ما بينهم ضعيفه، كونوا البرودكت اند الانزيم بيخرج زي ما دخل. طيب هيقول لك بقى ايه، ايه تعريف الاكتف سايت ده؟ هو ده السايت in the three dimensional enzyme structure at which the substrate bind and it convert to product. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده بيبقى مكان في الاستراكشر بتاع الانزيم اللي هو بيبقى 3D، اي حاجه اصلا في الدنيا بتبقى 3D. تمام كده. بيبقى في ال 3D dimensional enzyme structure تركيب الانزيم، واللي فيه بيمسك الايه السبستريت. طيب ايه بقى الترانزيشن ستيت دي؟ هي دي المرحله اللي الانزيم والسبستريت بيكونوا كومبلكس مع بعض، بيكونوا مرتبطين مع بعض. تمام. طيب ايه بقى النظريات اللي وضحت السبستريت انزيم بايندينج، المرحله اللي هي الايه الكومبلكس دي؟ طيب عندنا نظريتين. إيه؟ تمام كده. طيب النظريه الاولانيه اللي هي ايه، نظريه احنا اتخلقنا لبعض، يعني الاثنين قفلوا مفتاح، كي اند لوك ثيوري او اللي هو فيشر تمبلت ثيوري. تمام كده. النظريه دي بتقول لك ايه؟ بيقول لك ان الانزيم الاكتف سايد اللي موجود عليه بيبقى كومبلمنتري، بيبقى متكامل مع السبستريت. تمام. فالاثنين بيبقى شكلهم بس عامل زي القفل والمفتاح كده.
كل قفل بيبقى ليه مفتاح معين، تمام؟ مش هينفع نجيب مفتاح تاني وندخله في القفل ده، مش هيفتح. اوكي كده. طيب النظرية التانية هتقولك ايه اسمها؟ induced fit theory. هي اصلا النظرية باينة من اسمها. induced دي يعني محفز، وفيت يعني يلائم، يعني هو يعني ملائمة محفزة، تمام كده، يعني بيحصل تلائم بتحفيز مادة تانية. طيب دي النظرية اللي هو ايه، انا اتغيرت عشانك، تمام. ادي عندنا هنا الانزيم اهو، وبيكون شكله مش كومبلمنتري خالص مع السبستريت. يجي السبستريت دي يحفز الانزيم، فشكله يبدأ يتغير تدريجيا لحد ما الاتنين يبقوا كومبلمنتري زي الفيشر تمبلت ثيوري، تمام كده. طيب يبقى احنا عندنا نظريتين، ايه هما؟ فيشر تمبلت ثيوري اللي هي كي اند لوك ثيوري، وعندنا الانديوزد فيت ثيوري. طيب الفيشر بيقول لك ان الثري دايمنشنال ستراكشر بتاعت الاكتف سايت اللي موجود على الانزيم بتبقى كومبلمنتري، بتبقى متكامله مع السبستريت حتى والسبستريت دي غايبه، يعني السبستريت دي موجوده او لا هو الاكتف سايت بتاعه كده، تمام. ودي بتبقى شبه ايه؟ ان الكي فيتس اتس لوك، تمام كده. طيب الانديوزد بقى فيت ثيوري، عندنا الاكتف سايت ما بيكونش كومبلمنتري مع الايه، مع السبستريت. اول ما يجي السبستريت بيحفزه، بينديوز اتشينج في الشيب بتاع الاكتف سايت عشان الاتنين يبقوا متكاملين مع بعض. طيب هقول لكم معلومه كده، ان الفيشر تمبلت دي بتوضح اكتر فكره الابسوليوت سبيسيفيك انزيم، يعني هو انزيم هيشتغل على ماده معينه مهما كانت، تمام. يعني سوري، مش مادة معينة مهما كانت، يعني مادة معينة مش هيشتغل على مادة تانية غيرها، تمام. طيب فلازم يكون الاكتف سايت بتاعه ملائم للمادة دي عشان ما يروحش يتفاعل مع مادة تانية، انما دي بتتلائم اكتر مع الجروب سبيسيفيك سبيسيفيستي ايه اللي انا بقول ده، جروب السبيسيفيك انزيم، تمام. ليه؟ لان هو الجروب سبيسيفيك انزيم ده بيشتغل على اكتر من مركب، فلازم يكون شكله يقدر يتلائم مع كمية المركبات دي. دي معلومة ليكوا يعني. طيب نيجي بقى عند اللورينج اوف الاكتيفيشن انرجي. خلينا متفقين ان اي تفاعل بيحصل لازم يحتاج زقة، يحتاج دفع كده، ان هو يعني يمشي في تكوين النواتج. يعني احنا عندنا ادي هنا ايه زائد بي يدينا سي. التفاعل ده لو بره الجسم فاحنا هنحتاج حرارة. طب احنا جوه الجسم وقلنا درجات حرارة الجسم ما ينفعش تتغير عن 37، فاحنا هنستخدم ايه؟ هنشيل الحرارة دي ونستخدم انزيم. الانزيم ده هو اللي بيمشي التفاعل او اللي بيحفز التفاعل ان هو يمشي في اتجاه النواتج، تمام كده. طيب الطاقة اللي التفاعل الكيميائي ده بيحتاجها احنا بنسميها اكتيفيشن انرجي، الطاقة اللي هتاكتف التفاعل، فاهميني؟ يعني ان التفاعل يمشي في اتجاه النواتج ده بيحتاج طاقة. مين اللي هيجيب لنا الطاقة دي؟ الانزيم. طيب وكل ما الانزيم ده يقلل الاكتيفيشن انرجي سرعة التفاعل هتزيد. ازاي؟ يعني احنا عندنا مثلا التفاعل بتاع ارتباط الاي مع البي دينا السي، التفاعل ده بيحصل في الخلية بكمية كبيرة، يعني اكتر يعني تركيز الاي والبي ده كبير جدا جوه الخليه، واحنا لازم نحول الاي والبي ده لسي. فاحنا عندنا لما التفاعل ده بيمشي بسرعه، لما يمشي بسرعه اكتر من مركب اي وبي هيتحولوا لسي بسرعه. يعني مثلا انت عندك 10 مركبات اي زائد بي، المفروض يكونوا لنا 10 سي، تمام كده. طيب فالتفاعل بيمشي ان انت بتكون يعني بتاخد مركب او يعني مركب من ده ومركب من ده وتمشيه في اتجاه تكوين المركب سي، يعني معايا؟ فاحنا لما نجيب الانزيم هيخلي التفاعل ده يمشي بسرعه، فالتفاعل الواحد هياخد وقت قليل، فالعشرة هيتموا في وقت اسرع. فده معناه ان less energy is required to start the reaction so the rate of the reaction increased. يعني كل لما الطاقه اللي هي بتاعت اكتافيت التفاعل دي او تنشيط التفاعل دي تقل، تفاعلات كتيره هتحصل، يعني الريت بتاع التفاعل هيزيد، سرعه التفاعل هتزيد. فتعالوا نقرا كده، ان احنا عندنا all chemical reaction need energy to get started. اي تفاعل كيميائي بيحتاج لزقه، بيحتاج لانرجي كده، لطاقه تخلي التفاعل ده يحصل. even reaction that release energy need a boost of energy in order to begin. يعني حتى بيقول لك ان التفاعلات اللي بتطلع طاقه، اللي بينتج عنها طاقه، برضو بتحتاج دفعه من الطاقه كده عشان تبدا.
اه تمام بيسجل. طيب عندنا بقى الانرجي اللي احنا محتاجينها عشان التفاعل الكيميائي ده يبدأ، بنسميها ايه؟ بنسميها اكتيفيشن انرجي، طاقة التنشيط، هي دي الطاقة اللي هتنشط التفاعل ان هو يمشي في اتجاه النواتج. طيب الانزيم بقى بيشتغل ازاي؟ ان هو بيقلل الاماونت اوف الاكتيفيشن انرجي عشان نبدأ التفاعل ده. ما يعني انت لما تقلل الطاقة دي تمام هتاخد وقت قليل في ان انت يعني تخلص التفاعل، يعني سرعة التفاعل هتزيد تمام، مش السرعة والوقت بيتناسبوا مع بعض عكسيا، فلما الوقت يقل السرعة هتزيد. طيب فبيقول لك ايه بقى؟ since لان less energy is required to start the reaction، كمية الطاقة القليلة اللي انت بتحتاجها عشان تبدأ التفاعل دي هتزود من سرعة التفاعل الكيميائي، the rate of reaction is increased. يعني يا رب تكون المعلومة دي واضحة بالنسبة لكم، ويا رب اكون وضحتها بشكل كويس، ولو مش واضحة ليكم اسألوا عادي، لان برضو الحتة دي بتبقى رخمة شوية، فيعني لو ما فهمتوش بالطريقة دي اسألوني ممكن اشرح لكم بطريقة تانية او حاجة. طيب احنا كده بقى ايه، خلصنا الميكانيزم اوف اكشن، هنراجع عليه مراجعة سريعة جدا. طيب احنا قلنا ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ ان احنا عندنا الانزيم والسبستريت بيرتبطوا مع بعض، السبستريت بيرتبط فين؟ في الاكتيف سايت، الاتنين يكونوا انزيم سبستريت كومبلكس، ودي بتبقى ترانزنت كومبلكس او ترانزنت ستيشن، بيبقوا مرتبطين مع بعض رابطة لوز كده. ليه؟ عشان النواتج او البرودكت تقدر تنفصل عن الانزيم، فيكون لنا انزيم وبرودكت. طيب عندنا بقى قلنا الاكتيف سايت ان هو بيبقى المكان اللي بيرتبط بيه السبستريت مع الانزيم، والترانزيشن ستيت هي دي الستيت او المرحلة اللي بيكون فيها السبستريت مرتبطة مع الانزيم. طيب ايه النظريات اللي وضحت الانزيم بايننج دي؟ في شرطين بلاتيور اللي هو كي ولوك، الاتنين بيكونوا كومبلمنتري مع بعض، حتى في غياب السبستريت دي شكل الانزيم بيفضل زي ما هو. وعندنا الانديوست فيت ثيوري، ده بيكون ايه؟ نون كومبلمنتري، يعني شكل الانزيم ما كانش متكامل مع السبستريت، ولكن لما السبستريت جت هي اللي حفزته يتكامل معاه. طيب ايه بقى الاكتيفيشن انرجي؟ احنا قلنا ان اي تفاعل بيبقى محتاج طاقه، فالانزيم شغلته ان هو يقلل الطاقه دي، فلما يقلل الطاقه دي هيقل وقت التفاعل، فبالتالي هتزيد سرعه التفاعل الكيميائي. طيب ما كانش في اسئله والله، يعني احطها حاسه ان المعلومات بديهيه جدا، والمشكله ان ما فيش مصادر الاسئله في البايو، فيعني انا بحط بكتيد يعني بحط اسئله، يا رب يعني تكون ايه صياغتها صح شويه ومنطقيه شويه. برضو كده احنا خلصنا يعتبر تلتين المحاضره، فاضل لنا الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو رياكشن. يعني ايه الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو رياكشن دي؟ يعني التفاعلات اللي هيقوم بها الانزيم احنا هنسمي مجموعه من الانزيمات على حسب التفاعل ده. يعني تفاعلات اكسده واختزال، تفاعل ان هو بينقل مجموعه من مركب لمركب تاني، نقل دي معناها ترانسفير، فنسميه ايه؟ ترانسفيز. اكسده يعني اكسده واختزال اسمها ايه؟ اكسيد وتكديس، وهكذا بقى. فاحنا فاضل لنا الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو رياكشن والفاكتور افكتنج الانزيم. ندخل بقى على الانزيم كلاسيفيكيشن، ودي احنا زي ما قلنا نقسمها على حسب الرياكشن بتاعها، هنقسمها عائلتين عائلتين كده، اكسيدو ريدكتيز ماشي، ترانسفيريز، هيدروليز، لايز، ايزوميريز، ولايجيز، عيلتين عيلتين كده. طيب الاكسيدو ريدكتيز والترانسفيريز بينقلوا تمام، ده بين الاكسجين والهيدروجين، وده ينقل حاجات تانية غير الاكسجين والهيدروجين، لانه لو نقل الاكسجين والهيدروجين هنسميه ايه؟ هنسميه اكسيدو ريدكتيز، فده بينقل حاجات تانية غير الاكسجين والهيدروجين. طيب العيلتين التانيين يبقى دول كده نقل. طب العيلتين التانيين تكسير، هيدروليز وليز، هيدروليز وليز، ده بيكسر باستخدام المية، وده بيكسر باستخدام حاجات تانية، وممكن ساعات المية برضو، بس الاهم ان هو حاجات تانية. طيب في برضو عيلتين تانيين دول مختصين بالتكوين، ايزوميريز ولايجيز، لايجيز دي جاية من كلمة لايجيشن يعني لحم، بيلحم حاجتين مع بعض فبيكونوا حاجة واحدة، لايز جاية من كلمة لايسس اللي هي تكسير تمام كده. فاحنا عندنا 6 عائلات اهم، اكسيدو ريدكتيز، ترانسفيريز، هيدروليز، لايز، ايزوميريز، لايجيز، قسمناهم 3 يعني 2 2، اكسيدو ريدكتيز وترانسفيريز نقل، هيدروليز ولايز تكسير، ايزوميريز ولايجيز تكوين تمام. طيب الاكسيدو ريدكتيز دي بما انها اكسده واختزال فنقسمها لسب تايبس تانيه، اوكسيديز، اوكسجينيز، دي هيدروجينيز، وريدكتيز تمام كده. طيب وهنعرف الفروقات ما بينهم، يعني ان شاء الله نسكمهم تسكيمه حلوه كده تثبت معاكم.
طيب نخش بقى، نخش على النظام الكلاسيفيكيشن، بس التسجيل قطع مني ما علينا. احنا بقى ايه دي برضو رسمة موضحة للتقسيمة، يعني ان احنا عندنا في الاكسيدو ريدكتيز دي مادة بتنقل، يبقى الاتنين دول كده نقل، بتنقل ايه او سوري انزيم مش مادة، بتنقل الاكسجين من مادة لمادة او الهيدروجين من مادة لمادة، تمام. الاكسيدو ريدكتيز مختص بنقل الاكسجين والهيدروجين. طب الترانسفيريز لا، ده من المادة تانية غير الاكسجين والهيدروجين. طيب ده كده بالنسبة للنقل. بالنسبة للتكسير هيدروليز ولايز، الهيدروليز بيكسر بمية، اللايز بيكسر بحاجة تانية غير المية، تمام. ده الاساس ان هو بيكسر بحاجه تانية غير ميه، لان احنا نعرف كمان شويه ان هو بيقول لك ايه في التفاصيل، يعني كليفيد يوزنج ووتر او باي ووتر وامونيا مش عارفه ايه كده، بس هو اساسه ان هو بيكسر بحاجه تانية غير الميه. طيب التكوين بقى اللي هو الايزوميريز بيكون الايزومرز بتاعه الماده، واللايجيز ان هو بيلحم المادتين مع بعض فبيكون ماده جديده. طيب نخش بقى على التفاصيل. اول حاجه عندنا الاكسيدو ريدكتيز، ودي عيله كبيره وتحتها سب تايبس كتيره، 4 سب تايبس. طب هو اصلا يعني ايه تفاعل الاكسده بالاختزال؟ الاكسده ان انت بتضيف اكسجين او بتشيل الكترون او هيدروجين، الاختزال بقى ان انت بتشيل اكسجين او بتحط هيدروجين. والموضوع ده يعني ايه احنا عارفينه من زمان. طيب ايه بقى السب تايبس دي؟ الاكسجينيز والاكسيديز والدي هيدروجينيز والريدكتيز. طيب الاكسجينيز ده بتاع الاكسده، او الثلاثه دول عموما دول بتوع الاكسده، هتلاقي اكسجينيز واكسيديز ودي هيدروجينيز. اكسجينيز يعني جاب كلمه اكسجين كده فده اكسده، اكسيديز ده برضو بتاع اكسده او اكسده، ان هو بيشيل الهيدروجين من ماده ويحطها على الاكسجين، هو حصل كده اختزال الاكسجين يعني، ولكن المادة الأساسية يعني حصل لها أكسدة. طيب الدي هيدروجينيز دي معناها إزالة، وهيدروجينيز اللي هو هيشيل الهيدروجين يعني. والريدكتيز ده بقى هو الوحيد اللي هو بتاع الاختزال، هو ده اللي بيضيف هيدروجين، تمام. طيب يبقى احنا قلنا أكسجينيز أكسيديز دي هيدروجينيز، دول بيعملوا أكسدة. طيب الأكسجينيز أكسجين، بص هنسكمها ازاي، ان احنا عندنا أكسجين جاب كلمة أكسجين كاملة، فده هيحط أكسجينة كاملة او اكسجينتين على المادة، تمام. اكسجين ماشي، اكسجينيز ده اد 1 اور 2 اتومز اوف الاكسجين على السبستريت، وبنقسمه لمونو اكسجينيز او الداي اكسجينيز. مونو ان هو بيضيف ذرة او ذرة واحدة بس من الاكسجين على المادة فبيكون الاو اتش جروب، هو حط ذرة واحدة بس ما حطش الذرتين فبقى ايه، وفي هنا اتش على السبستريت دي فبقى ايه او اتش، تمام كده، حول لمجموعه الاتش دي لمجموعه او اتش، تمام. انما الداي اكسجينيز لا، ده بيحط الاثنين مولكيولز او سوري الاثنين اتوم مش مولكيول، بيحط الاثنين اتوم بتوع الاكسجين ماشي، فبيحصل له ايه، الاثنين دول بيضافوا على الماده ذات نفسها مش بيكون الاو اتش جروب، تمام. يبقى الاكسجينيز هو جاب لك كلمه اكسجينه كامله، فهو ضاف مولكيول او ذره كامله من الايه، من الاكسجين. طيب الاكسيديز بقى، اكسيد دي هتفكرك ان هو ايه، اكسيد حصل اكسده بس للماده اللي احنا شلنا منها الهيدروجين، وهتفكرك برضو ان احنا اكسيد يعني اكسجين برضو، ان احنا حطينا الهيدروجين دي على الاكسجين يعني. هو يا رب تكون بس التسكيمه واضحه لكم او يعني كويسه كده، ما تكونش اي هبل. الاكسيديز ده بيشيل الهيدروجين او الكترون، احنا كده عملنا اكسده للسبستريت وحطينا الهيدروجين ده على الاكسجين، فاحنا بنعامل الاكسجين كده كايه، كهيدروجين اكسبتور يعني هو مستقبل للهيدروجين. طيب ده كده بالنسبه للايه، الاكسيديز. بالنسبه للدي هيدروجينيز، دي هيدروجينيز يعني احنا هنشيل الهيدروجين، فاحنا هنشيل الهيدروجين من السبستريت ونحطها على ماده تانية، وده الاختلاف ما بين الاكسيديز والدي هيدروجينيز. يبقى الاكسيديز ده هتفكرك بقى الاثنين دول بيشيلوا هيدروجين، بس الاكسيديز هتفكرك ان احنا هنحطها على الاكسجين، على الاكسجين، انما دي هيدروجينيز هنحطها على ماده تانية غير الاكسجين، على هيدروجين كارير، على حامل للهيدروجين. في مواد كده هي معروفه ان هي دي حوامل الهيدروجين، زي النات والنات بي والفاد والاف ام ان، دي مركبات بيدخل في تكوينها الاي تي بي كده، مهمه جدا جدا في التفاعلات الكيميائيه، لان هي دي اللي بتبقى شايله الهيدروجين، تمام. طيب وعندنا الريدكتيز ده بيقاد، احنا قلنا ده بتاع الاختزال فده هيحط هيدروجين على السبستريت، تمام. وبنستخدم مين بقى؟ بنستخدم حوامل الهيدروجين، ما هي دي اللي عليها الهيدروجين، هي دي اللي احنا بنستخدمها، فان احنا نحط الهيدروجين دي على السبستريت اللي احنا عايزينها. طيب
يبقى احنا قلنا الاكسجينيز، احنا هنا قلنا اكسجينه كامله، فاحنا هنحط الاكسجين تمام. في منها مونو وفي منها ضوئي، ده بيحط ذره واحده فبيحول، لو في مثلا اتش في السبستريت فبيحولها لاو اتش. طب الضوئي اكسجينيز، لا ده بيحط مولكيول كامل الذرتين ماشي. الاوكسيديز ودي هيدروجينيز، الاثنين بيشيلوا هيدروجين بس اوكسيديز بيحطها على الاكسجين، فبنعامله معامله الايه الهيدروجين اكسبتور. طيب الدي هيدروجينيز ده بنحطه على ماده تانية اللي هو الايه الهيدروجين كارير، الناد والناد بي والفاد والاف ام ان. طب الريدكتيز، لا ده احنا بنحط هيدروجين على السبستريت وبنقوم جايبين الهيدروجين دي من الهيدروجين كارير. طيب ده تفاعل كده بيوضح لك اللي هو الفرق ما بين الاكسيديز والدي هيدروجينيز. المفروض ان احنا عندنا الاكسيديز احنا هنشيل الهيدروجين من ماده ونحطها على الاكسجين. بصوا يعني احنا شلنا الهيدروجين من هنا وقمنا حاطينه على هنا فتحول كده، ده كده باستخدام الاكسيديز. طيب بالنسبه بقى للدي هيدروجينيز، احنا قمنا شايلين الهيدروجين من هنا وحطيناها على الناد بي اتش فتحول حطيناها على الناد بي او الناد فتحول لناد اتش او الناد بي اتش تمام. طيب بالنسبه للريدكتيز بقى، بص ثانية واحدة مش راضي. المهم بقى بالنسبة للريدكتيز، احنا قمنا جايبين الاتش بتاعت الناد بي اتش وقمنا واخدين الاتش منها وحطيناها على الجلوكوز فتحول لسوربيتول وطلع ناد بي، يعني احنا خدنا منه الهيدروجين. يبقى الريدكتيز بيستخدم الناد بي اتش كعامل مساعد ليه، كو فاكتور يعني. طيب ده كده بالنسبة للاوكسيدو ريدكتيز. بالنسبة بقى للعائلات التانية عندنا ترانسفيريز، احنا قلنا ده بينقل اي حاجة تانية غير الاكسجين والهيدروجين. ترانسفير جروب بتوين دونر اند اكسبتور، يعني ما بين ماده لماده تانية تمام. زي الامينو ترانسفيريز، امينو ترانسفيريز من اسمها، احنا بس الانزيم اسمه ترانسفيريز فاحنا هنحط امينو تمام. طيب عندنا بقى الايه الهيدروليز، ده بيبريك بوند يوزنج ووتر، عنده هيدروليتيك كليفج يعني بيستخدم الميه في ان هو يكسر الرابطه ما بين مركب والتاني او ماده والتانية يعني. طيب زي الايه زي الجلايكوسايديز، جلايكوسايديز ده بيكسر الجلايكوستيك بوند، بيستخدم الماء. الجلايكوستيك بوند دي اللي كانت ما بين ال السكريات اللي هي كانت معقده اللي هو زي النشويات وكده. طيب اللايز ده بقى ده بياد اور ريموف الووتر او اد اور ريموف، يعني هو بيكسر روابط عن طريق ان هو يحط ميه او يشيل ميه او يحط امونيا ويشيل امونيا او يحط كربون دايوكسيد او يشيل تمام. طيب فده بيستخدم في الكليفج اوف اللي هي الرابطه ما بين الكربونه والتانية، والرابطه ما بين الكربونه والسلفر، والرابطه ما بين الكربون والنيتروجين. الرابطه ما بين الكربون والنيتروجين دي بتبقى في البروتينز يعني. طيب يبقى احنا قلنا الهيدروليز ده بيكسر الروابط باستخدام الميه تمام، هيدروليتك كليفج. اللايز بيكسر الروابط عن طريق ان هو يحط او يشيل ماده تانية يعني بشكل اساسي غير الميه، بس ممكن نقول برضو ان هو بيستخدم ميه تمام. طيب زي ايه؟ زي اللايز او الدي كربوكسيليز. لايز من اسمها، هو اصلا بتاع اسمه كده. دي كربوكسيليز هو الانزيم اسمه ليز، فاحنا هنحط الاسم بتاعه او السفكس اللي هو بريفكس او السفكس ده في الاخر تمام. وبعدين عشان ده الانزيم ده بيكسر الروابط اللي هي او بيشيل الكربون داي اكسيد، فاحنا نسميه دي كربوكسيليز اللي بيشيل الكربون داي اكسيد تمام. طيب الايزوميريز بقى دول كده بتوع التكوين، ده بينقل مجموعه وظيفيه في نفس المركب من مكان لمكان عشان يتحول للايزومر بتاعه. ازاي يعني؟ يعني احنا مثلا عندنا مركب المجموعه الوظيفيه بتاعته هنا، هيقوم هو ناقل المجموعه الوظيفيه بتاعته هنا، فبقى ايزومر للمركب الاولاني. يعني هو بينقل في نفس، هو بيعمل ايه نقل وتكوين، يعني هو حكايه النقل اللي هو عملها دي هي دي اللي كونت مركب جديد. يعني هو ينقل المجموعه الوظيفيه من الحته دي للحته دي كده، فبالتالي كون مركب جديد. زي ايه؟ زي الايميريز ماشي. طيب ده عمل ايه؟ انتر كونفرجن كونفرجنس ايوه اوف الايميريز، يعني حول المركب لايبومر تاني ليه او لايزومر تاني ليه. طيب اللايجيز بقى ده كون روابط جديده، كون روابط جديده، يعني هو ده نقل ماشي مجموعه وظيفيه من مكان لمكان في نفس الملكيول، انما هنا ده جاي يعني جاب مركبين كده ولحمهم مع بعض، كون ما بينهم رابطه باستخدام ايه؟ باستخدام اي تي بي عن طريق السنسيتيز. انت وانت ماشي ان شاء الله يعني في السنتين في سنتين الدراسه او سنتين ونص هتلاقي مثلا في انزيمات اسمها سينسيز بس كده وسنسيتيز. سنسيتيز
اول ما تلاقي سنسيتيز وفي تي اعرف ان المركب ده هيستخدم اي تي بي. سنسيتيز كده بس لا ده مش هيستخدم اي تي بي، تمام كده؟ طيب لان تكوين الرابطه الجديده ده اكيد هيحتاج طاقه، تمام كده؟ فالسنسيتيز ده انزيم من عيله اللايجيز، ده بيستخدم 2 مولكيول من الاي تي بي عشان يتم التفاعل بتاعه، تمام كده؟ يبقى احنا قلنا 2 نقل 2 تكسير 2 تكوين، 2 نقل هينقل ايه؟ اكسجين وهيدروجين، تمام؟ ده الاكسيدوبروتاكتيز، هينقل مواد تانية ما بين دونر واكسبتور وترانسفريز، هيكسر 2 تكسير، سوري 2 تكسير هيكسر باستخدام المية، يبقى هيدروليز، هيكسر كده بمواد تانية غير المية بشكل اساسي يعني اللايز. طيب 2 تكوين ايزومريز ولايجيز، اللايجيز ده هو اللي بيحتاج الطاقة، الايزوميريز بينقل مجموعة وظيفية في نفس المركب من مكان لمكان، ودي برضو ايه يعني حاجة كده اللي هو يعني رسمة كده بتوضح الفرق، يعني ان احنا عندنا الترانسفريز ده عندنا هنا ايه، ده كان مركب ايه مرتبط مع بي، فنقوم ناقلين بي ده لسي، فايه بقت لوحدها وبقى بي سي، تمام؟ نقلنا الحتة دي هنا. طيب الهيدروليز ادي عندنا مركب اهو، قوم مكسرين وكده باستخدام المية، ال H راحت عند ايه بقى ايه H، وال B ده بقى بي او H، تمام؟ طيب اللايز بقى كان عندنا هنا المركب اهو كسرناه ل A و B. طب الايزومريز ادي كان عندنا مركب اهو المجموعة الوظيفية هنا نقلناه لتحت. اللايجيز كان عندنا مركبين هنا اهو منفصلين عن بعض باستخدام ال ATP، خليناهم مركب واحد. طيب احنا كده خلصنا الكلاسيفيكيشن بتاع الانزيم على حسب ايه، على حسب الرياكشن. طيب هنحل سؤالين كده، او ده برضو يعني حته الاكسجينيز والكلام ده الدكتور اكدت عليه. طيب باستخدام عن الاكسجينيز، which one is false considered as a subtype of الاكسيدوردكتيز، يعني ده نوع من عيله الاكسيدوردكتيز. ايوه اد او 2 مولكيولز تو السبستريت، ايوه احنا قلنا اول ما تلاقي اكسجين كامله فهو بيحط اكسجينه كامله. طيب هاز تو سب تايب مونو اند داي اوكسجينيز، ايوه احنا قلنا المونو ده بيضيف ذره واحده بس، الداي بيضيف الذرتين. ريموف الهيدروجين فروم السبستريت تو الاكسجين، لا احنا قلنا ده الاوكسيديز، تمام؟ فالاجابه هتكون دي. طيب ويتش وان از ترو اباوت الترانسفريز، احنا قلنا الترانسفريز ده بينقل اي حاجه تانيه غير الاو وغير الاتش، تمام؟ فنشوف بقى الاختيارات، ترانسفير جروب وزن ذا سيم مولكيول، هو مين اللي كان بترانسفير الجروب وزن ذا سيم مولكيول؟ الايه الايزومريز، عشان لما ينقل المجموعه الوظيفيه ده من مركب يعني من مكان لمكان في نفس المركب هيكون الايزومر بتاعه. طب ترانسفير الجروب بتوين دونر اند اكسبتور، صح هي دي الاجابه الصح. طيب اد الاكسجين تو سبستريت، ده كان الايه الاكسجينيز. طب اد الهيدروجين تو سبستريت، ده كان الريدكتيز، ماشي؟ فالاجابه هتكون بي. احنا كده خلصنا الكلاسيفيكيشن، هرجع لكم مراجعة سريعة جدا، ان احنا كان عندنا 2 تكسير و2 تكوين و2 نقل. مين الـ2 النقل دول؟ الاكسيدوبروتاكتيز والترانسفيريز، الـ2 تكسير هيدروليز ولايز، والـ2 تكوين ايزوميريز ولايز. نخش بقى على الفاكتور اللي بتأفكت الانزيم، الفاكتور اللي بتأفكت الانزيم من قبل ما ندخل كده، عندنا 5 كونسنتريشن وثلاثة اخرون، تمام كده؟ فاحنا عندنا 5 كونسنتريشن وثلاث حاجات تانية. ايه بقى الكونسنتريشن ده؟ مش احنا عندنا التفاعل بيبقى او ثانية بيبقى عبارة عن متفاعلات، وعندنا هنا الانزيم بيدخل في اللي هو يسرع التفاعل، وعندنا النواتج، تمام كده؟ طيب فالمتفاعلات دي لما تركيزها يزيد التفاعل هيمشي بشكل اسرع، النواتج دي لما تركيزها يزيد يعني هتبطئ التفاعل او هتوقف التفاعل، انا عمالة اتكون بشكل كبير جدا، انتوا عمالين ماشيين في التفاعل ليه؟ ما انا خلاص اتكونت. طيب الانزيم ده لما تركيزه يزيد اكيد التفاعل هيمشي بشكل اسرع. طيب في حاجات بتأثر على الانزيم، اما حاجات تحفزه واما حاجات تقلله. الحاجات اللي هتحفزه هنسميها كو انزيم او اكتيفيتور، تمام كده؟ الحاجات اللي هتقلله هنسميه انهيبيتور. طيب الاكتيفيتور اللي بتنشطه دي لما تزيد التفاعل هيمشي بشكل اسرع، طيب الانهيبيتور دي لما بتزيد التفاعل هيمشي بشكل ابطأ اكيد، لان دي بتثبطه، فالتفاعل هيمشي ازاي؟ فاحنا عندنا هنا 5 كونسنتريشن، المتفاعلات اللي هم السبستريت، النواتج اللي هم البرودكت، وعندنا الانزيم ذات نفسه، وعندنا الحاجات اللي بتأثر على الانزيم الاكتيفيتور والانهيبيتور. يبقى ده كده الـ5 كونسنتريشن، سبستريت كونسنتريشن، برودكت كونسنتريشن، انزيم كونسنتريشن، اند كو انزيم اور اكتيفيتور كونسنتريشن،
والانزيم انهيبيتور كونسنتريشن، ده كده الخمسه كونسنتريشن. طب ايه الثلاثه الاخرون بقى؟ تمبريتشر، بي اتش، اند الوستريك ريجوليشن. تمام كده. طيب اول حاجه بالنسبه للسبستريت كونسنتريشن، احنا قلنا ان التفاعل بيبقى ايه اللي هو النواتج، سوري، المتفاعلات الانزيم، بعد كده النواتج. فلما المتفاعلات هتزيد التفاعل هيمشي بشكل اسرع. تمام، يبقى السبستريت كونسنتريشن لما بيزيد سرعه التفاعل بتزيد. تمام كده، لحد الماكسيمم فيلوسيتي، لحد الايه، لحد الماكسيمم فيلوسيتي. وفي حته مهمه كمان شويه الدكتوره اكدت عليها. تمام كده، ان احنا عندنا اول ما التفاعل يوصل، سوري انا عايزه القلم، اول ما التفاعل يوصل للفي ماكس او الماكسيمم فيلوسيتي خلاص هو كده، مش يعني ما فيش متفاعلات هتخش التفاعل تاني، هو خلاص انا وصلت للماكسيمم فيلوسيتي فخلاص انا كده جبت اخري ومش هدخل في تفاعلات تاني. تمام، اهو دي الجمله اللي بعدها، في ماكس از ريتشد وير اني فيرسر انكريز، يعني في السبستريت كونسنتريشن ويل نوت كوز انكريز ان الرياكشن فيلوسيتي، لان خلاص الانزيم جاب اخره وخلاص كل الانزيمات ماسكه في كل المتفاعلات اللي لاقياها. في بقى متفاعلات تانية جايه، دي مشكلتها هي ما فيش مكان، هو خلاص كده زي مثلا الميكروباص لما بيحمل، فخلاص العربيه كده حملت. تمام، طيب طيب الفي ماكس از ريتشد وان اول انزيم مولكيول ات الفورم بتاعت الايه، الاي الانزيم سبستريت كومبلكس. يعني ايه بقى الكلام ده؟ مش احنا قايلين ان احنا عندنا الفي، سوري مش الفي، الانزيم سبستريت كومبلكس، ده الكومبلكس ده بيكون ايزلي اتاتشد، او الاثنين مع بعض ماسكين بصوره اللي هو هشه كده وضعيفه. طيب مع اول ما الانزيم والسبستريت يوصلوا للصوره دي، يعني immediately، هو كان بيقول لك ايه، immediately dissociate to product and enzyme، يبقى هي دي السرعه القصوى اللي الايه الانزيم والسبستريت هينفصلوا بعدها. تمام كده، طيب احنا قلنا اي زياده في السبستريت كونسنتريشن الرياكشن فيلوسيتي هتزيد لحد الماكسيمم فيلوسيتي، اول ما توصل للماكسيمم فيلوسيتي هو كده كل الانزيمات خلاص اتملت بالسبستريت، فمفيش لو سبستريت تانية جاية يعني مش هتلاقي اي انزيم تشتغل عليه. طيب يبقى الفي ماكس از ريتشد وير اني فرزر انكريز في السبستريت كونسنتريشن، مش هنلاقي انكريز في الرياكشن فيلوسيتي، والفي ماكس دي از ريتشد وين اول انزيم مولكيولز ات الفورم بتاعت ايه، الانزيم سبستريت كومبلكس. طبعا عندنا بقى في كونستنت كده اسمه مايكل او ميشيل، مش عارفه دي بتنطق ازاي بس تقريبا مايكل كونستنت اسمه ايه، اسمه كي ام. ايه الكي ام ده بقى؟ قال لك ايه مايكل ده، ان احنا عندنا السبستريت كونسنتريشن، هي الكونستانت ده عباره عن ايه، اللي هو عباره عن السبستريت كونسنتريشن ات ويتش الرياكشن فيلوسيتي نص الفي ماكس، نص نص الفي ماكس، يعني هي عباره عن السبستريت كونسنتريشن. يبقى الكونستانت ده عباره عن ايه، الثابت ده هو عباره عن تركيز المتفاعلات، والثابت ده عباره عن يعني عباره عن ايه، يعني هو عباره عن ثابت لكل انزيم. يعني احنا عندنا معلش، احنا عندنا الكي ام ده هو عباره عن سبستريت كونسنتريشن، سبستريت كونسنتريشن امتى؟ في النص في ماكس، يعني والتفاعل واخد يعني قيمته نص السرعه بتاعت الفي ماكس. تمام كده، طيب والثابت ده بيكون ثابت لكل انزيم. تمام، طيب بيقول لك ايه بقى، بيقول لك ان احنا عندنا الكي ام دي بتكون هاي، يعني قيمتها بتكون عاليه لما الانزيم بيكون عنده لو افينيتي للسبستريت، وبتكون القيمه بتاعتها لو قليله لما الانزيم بيكون عنده هاي افينيتي تو السبستريت. يعني ايه الكلام ده؟ مش احنا قلنا ان الكي ام دي هي عباره عن سبستريت كونسنتريشن، سبستريت كونسنتريشن لما بتكون السرعه اللي هو الفيلوسيتي بتاعت التفاعل هي نص الفي ماكس. طيب ما الثابت ده هو عباره عن تركيز المتفاعلات، فلما الانزيم يكون عنده قابليه قليله او هو بيحب المتفاعلات بشكل قليل، يعني مش بيحب المتفاعلات قوي لدرجه ان هو يمسك معاها افينيتي، دي يعني قابليه، يعني هو عنده قابليه للارتباط مع الانزيم مع السبستريت، الانزيم عنده قابليه للارتباط مع السبستريت، فلما القابليه دي تكون قليله يعني الانزيم مش هيرتبط بكل السبستريتس اللي موجوده دي، فهتكون كميه المتفاعلات اللي باقيه من غير ما ترتبط مع انزيم عاليه جدا، تركيزها عالي جدا، فالكونستانت ده هيكون عالي لان الحد السرعه او النص في ماكس، وانا مش لاقي ايه، مش لاقي انزيمات ترتبط معاه. طب لما بيكون بقى الانزيم ايه، لما بيكون الانزيم
عنده قابلية عالية ان هو يرتبط مع المتفاعلات، فهيرتبط مع كل المتفاعلات اللي هيلاقيها في مكان التفاعل يعني. فبالتالي لما نيجي نشوف بقى عند السرعة اللي هو المتوسط او نص السرعة القصوى يعني، مش هنلاقي متفاعلات متبقية ان هي ترتبط مع الانزيم. فاهمني؟ يعني احنا عندنا كان عندنا 10 مولكيولز من السبستريت عايزة ترتبط مع الانزيم. طب لو الانزيم ده عنده قابلية قليلة هيرتبط مع 2 بس ويتبقى 8، يبقى كده تركيز الكي ام عالي. لو هو عنده قابلية عالية هيرتبط مع 8 ويتبقى 2، فهو عنده كده فتركيز السبستريت قليل، فبالتالي الكي ام ده هيكون قليل. فاهمين الفكرة؟ يا رب تكون وضحت. طيب عندنا بقى الايه، السبستريت بيتناسب طرديا مع الليست بتاعت التفاعل. طبيعي، لان احنا قلنا اول ما بنلاقي السبستريتس كتيره سرعه التفاعل بتزيد. طيب يبقى نلم السبستريت كونسنتريشن كده، اي زياده بتحصل في السبستريت كونسنتريشن الفيلوسيتي بتزيد لحد الفي ماكس. لو حصل اي زياده مش هيحصل اي تاثير. تمام. طيب وعندنا الكي ام ده هو عباره عن سبستريت كونسنتريشن. سبستريت كونسنتريشن لما الفي الفيلوسيتي بتاعت التفاعل بتبقى نص الفي ماكس، ويكون عالي لما يكون الانزيم عنده لو افينيتي، وبيكون واطي لما بيكون الانزيم عنده هاي افينيتي. تمام كده. ودي انه معناه ان السبستريت بتتناسب طرديا مع الفيلوسيتي. طيب البرودكت احنا قلنا عندنا ادي هنا A زائد B وادي هنا A كمان C، لما دي تزيد هتروح تقلل من حدوث التفاعل ده، فهي كده بتتناسب عكسيا. فين بالظبط؟ في الريفرسبل رياكشن. احنا عندنا في تفاعلات في الجسم بتبقى راحه جايه كده، وفي تفاعلات بتبقى راحه بس. تمام كده. فالتفاعلات الراحه جايه دي لما نلاقي الايه البرودكت كترت جدا 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 هتروح توقف التفاعل ده. تمام. طيب الانزيم كونسنتريشن بقى طبيعي، لما الانزيم كونسنتريشن يزيد الرياكشن فيلوسيتي هي كمان هتزيد. وين انف سبستريت بريزنت، يعني انا عمال ازود في الانزيمات وفي ومفيش متفاعلات. طب هو هيشتغل مع ايه؟ فهو كده مفيش تفاعل اساسا عشان يبقى ليه سرعه. طب لما يبقى فيه كميه مناسبه من المتفاعلات الانزيم ده هيشتغل بسرعه وتفاعله هيمشي بشكل اسرع. الكو انزيم اكتيفيتور احنا قلنا الحاجات اللي هتنشط الانزيم هتزود سرعه التفاعل، والحاجات اللي هتقلل نشاط الانزيم هتقلل سرعه التفاعل. علاقه عكسيه. يبقى احنا كده عندنا 2 علاقة عكسية وثلاث علاقه طرديه، اللي هو المثبطات الانزيم انهيبيتور والبرودكت، دول كده عكسيه. طب الباقي اللي هو الاكتيفيتور والسبستريت والانزيم دول كده علاقه طرديه. طب عندنا بقى التمبريتشر. احنا عندنا زي ما احنا كنا واخدين في الثانوي ان احنا عندنا اي انزيم بيبقى ليه درجه حراره مثلى بيشتغل فيها، الاوبتيمم تمبريتشر، درجه الحراره المثلى بالانجليزي اسمها اوبتيمم تمبريتشر، هي دي درجه الحراره الانزيم عندها بيكون اوبتيمالي اكتيف، بيكون يعني ناشط بصوره مثاليه. تمام كده. طيب الانزيم فيلوسيتي ريتش الفي ماكس. طيب الاوبتيمم تمبريتشر دي اللي معظم الانزيمات بتكون 37. ليه؟ لان احنا قلنا درجه الحراره للجسم المفروض يشتغل او درجه الحراره للانزيم المفروض يشتغل عليها هي درجه حراره الجسم، ومش هينفع يغير درجه الحراره دي. تمام. عشان الخليه ما تموتش. طيب اي زياده او نقص في التمبريتشر دي هو خلاص كده الانزيم هيخرج بره الزوم بتاعه الاوبتيمال اكتيفيتي دي، فبالتالي الانزيم اكتيفيتي هتقل. طيب لو كان بقى درجه الحراره 0 فخلاص هي كده اصلا مفيش حياه عشان يبقى فيه اكتيفيتي للانزيم ده. لو درجه الحراره وصلت 56 تمام، 56 كده خلاص الانزيم ده هيتسلق، لان احنا عارفين ان احنا عندنا الانزيم ده احنا قلنا اولموست ايه اولموست ار بروتين النيتشر. تمام. فالبروتين احنا عارفين ان هي اول ما درجه الحراره بتزيد بيحصل لها ديناتيوريشن، والحته دي مهمه. طيب التمبريتشر احنا قلنا ان في اوبتيمم تمبريتشر بيكون عندها الانزيم شغال اوبتيمالي اكتف. تمام. اي زياده او نقص بيحصل نقص في الانزيم اكتيفيتي، يعني نقص او زياده، مش مثلا لما درجه الحراره تزيد الاكتيفيتي تزيد، لا ده زياده او نقص بيحصل ديكريز في الانزيم اكتيفيتي. لما درجه الحراره تكون صفر مش هيبقى فيه اصلا اكتيفيتي، نو اكتيفيتي. تمام. طيب اباف الاوبتيمم تمبريتشر اللي هي اباف 56 هو خلاص كده هيتسلق بقى، يعني ده يتاكل بقى، denaturation occur with loss of the enzyme activity. وده الشيب بتاعه ان احنا عندنا فيه optimum temperature، اي زياده او اي نقص الانزيم اكتيفيتي هتقل. تمام. هنا مش هيبقى فيه وهنا مش هيبقى فيه، هنا اللي هو يعني قريب من 56 يعني 60، هنا هيحصل له denaturation، هنا مش هيبقى فيه activity اساسا. طيب بالنسبه للبي اتش نفس الكلام بتاع التمبريتشر، انه بيبقى فيه optimum temperature سوري optimum بي اتش الانزيم بيكون فيها اوبتيمالي اكتف، يعني في بي اتش واحنا بنقول ايه مثلى
بي اتش امثل يعني، الانزيم بيكون اكتف بصوره مثلى، تمام كده؟ طيب وكل انزيم عنده الاوبتيمال، بي اتش، تمام كده؟ والاوبتيمال بي اتش هي بتكون يعني ايه بتاعت معظم الانزيمات، يعني هي البي اتش بتاعت الجسم، زي ما قلنا الايه التمبريتشر بتاعت الاوبتيمال تمبريتشر بتاعت معظم الانزيمز بتكون درجه حراره الجسم. اي زياده بقى او نقص برضو في البي اتش عن البي اتش المثلى بتاعت كل انزيم برضو بيقل الانزيم اكتيفيتي، تمام؟ طيب التعرض بقى لسترونج اسيدك او الكالاين، والله لاي حاجه يعني اي حاجه بيحصل له تعرض لسترونج اسيدك او الكالاين سواء كان انزيم او لا، فخلاص بيحصل له ايه بقى، يعني بيحصل له خلل، يعني الانزيم هيحصل له الريفرسبل انزيم دينيتوريشن وذ لوس اوف الانزيم اكتيفيتي، خلاص هيفقد الانزيم بتاعته ويحصل له الريفرسبل دينيتوريشن، يعني اللي هو تكسير، او احنا كده دمرنا الانزيم بشكل لا رجعه فيه، يعني خلاص مش هينفع ان احنا نرجعه لصورته الاصليه تاني. زي ايه بقى؟ زي عندنا البيبسين، البيبسين ده اللي هو في الاستومج، تمام كده؟ البي اتش بتاعته بتكون الاثنين الحامضيه بتاعت المعده. طيب الاميليز ده اللي هو بيكون في الفم، تمام؟ ده الفم بيكون قلوي، فهو البي اتش بتاعته بتكون لحد ما قلوي. طيب يبقى احنا قلنا ان كل انزيم بيكون ليه اوبتيمم بي اتش بيشتغل عندها بصوره مثلى. طب اي زياده او نقص هيحصل خلل، هيقل الانزيم اكتيفيتي. لما بقى نتعرض لسترونج اسيدك، سترونج اسيد دي يعني صفر مثلا، والكالاين اللي هو 14، فخلاص بقى هو كده مات خلاص، تمام؟ طيب عندنا بقى ايه الستريك ريجوليشن. احنا يعني هديكم نبذه كده، ان احنا عندنا الانزيم ده زي الرسمه دي كده، بيكون فيه مكان بيرتبط فيه السبستريت اسمه الاكتيف سايت، وبيكون فيه مكان تاني كده جنب الاكتيف سايت اسمه اللوستريك سايت. الالوستريك سايت، الالوستريك سايت ده بيمسك فيه مادة معينة، ساعات بتكون النواتج وساعات بتكون مادة معينة، تمام؟ طيب المادة المعينة دي لما تمسك في الانزيم هتغير، التركيب بتاع الاكتف سايت، هتغير تركيب الاكتف سايت، فبالتالي المتفاعلات مش هتقدر تمسك تاني في الانزيم، وكده التفاعل وقف خلاص، تمام؟ يبقى احنا عندنا الستريك ريجوليشن، ان احنا عندنا في مكانين في الانزيم، اكتف سايت والستريك سايت. الستريك سايت ده هيمسك فيه ماده اسمها ريجوليتوري مولكيول، يعني ماده بتنظم حركه التفاعل، او ساعات بتكون النواتج يعني، ودي بتغير تركيب الاكتف سايت، فبالتالي المتفاعلات مش هتقدر تمسك تاني في الانزيم، فكده التفاعل وقف. طيب ودي خاصة بتكون في التفاعلات الايه الريفرسبل، يعني ايه؟ يعني انت عندك لو تفاعل رايح جاي مفيش حاجة منعاه، يعني مفيش الستريك ريجوليشن ان هي تمنعه ان هو يوقف التفاعل، ما هو رايح جاي. انما التفاعلات الريفرسبل اللي هي اللي رجعت فيها دي، هي مادة بتطلع تقوم موقفة الانزيم وخلاص كده التفاعل مشي في اتجاه واحد ومش هيرجع فيه تاني. طيب الانزيم اللي هو يعني الانزيم اللي غالبا بيتوقف في التفاعل ده بيكون الانزيم الاولاني اللي هو الليميتنج انزيم او الكي انزيم، هو ده الانزيم المتحكم في التفاعل، يعني ده لو وقف خلاص كده التفاعل وقف، لو شغال خلاص كده تمام باقي التفاعل ماشي، تمام؟ طيب نشوف بقى الكلام. احنا عندنا سام انزيم كونتين الستريك سايت، الستريك سايت ده اذر ذان الاكتف سايت، يعني مكان تاني جنب الاكتف سايت. الستريك انزيم ده كاتالايز الريفرسبل رياكشن، يعني ده بيكون في التفاعلات اللي هي ما بترجعش تاني. ليه؟ لان هي لو بترجع تاني مفيش حاجه هتوقف، تمام؟ فاحنا لما وقفنا الانزيم اللي مشي التفاعل ده خلاص كده التفاعل وقف، تمام؟ الالوستريك انزيم فريكوينتلي كاتالايز ايرلي ريت ليميتنج ستيب، بيوقف اول واحد، اول خطوه في التفاعل، تمام؟ اول انزيم في اول خطوه في التفاعل، لان ده لو وقف خلاص كده احنا كده اصلا معطلينها من اولها، فهتكمل لاخرها ازاي، تمام؟ طيب ان اي ميتابوليك باسوي، يعني في الباسوي يعني، والانزيم اللي احنا بنوقفه ده احنا بنسميه كي انزيم او ريت ليميتنج انزيم، هو ده اللي متحكم في ريت التفاعل وهو ده مفتاح التفاعل، تمام كده؟ الالوستريك افكتور دور ار يوجوالي الاند برودكت، ماشي، بتوع الباسوي، وده بيعمل فيدباك انهبيشن على الانزيم، يعني بيروح يظبط الانزيم ده، تمام؟ بيكون غالبا الايه النواتج. طيب الالوستريك انهبيشن دي عباره عن ريجولاتوري مولكيولز، اهو ريجولاتوري مولكيول، مواد بتنظم حركه التفاعل، بتبايند في ايه في مكان تاني غير الاكتف سايت. الالوستريك ده عباره عن يعني الستريك، كلمه الالوستريك دي بتساوي ديفرنت ستراكشر، يعني بتغير تركيب الاكتف سايت، فبالتالي المتفاعلات مش هتقدر تمسك تاني. طيب ناخد لنا ايه ده، ماشي مش مهم، ناخد لنا سؤالين كده اباوت الكي ام، ويتش وان از ترو، هو الكي ام ده عباره عن كونستانت فور اتش انزيم، ايوه.
اتس ديفايند ات سبستريت كونسنتريشن، لما الفي فيلوسيتي نص الفي ماكس. ايوه ناخد بالنا من سبستريت كونسنتريشن ونص في ماكس ماشي. الكونستانت ده بيكون هاي لما الانزيم بيكون عنده هاي افينيتي. لا احنا قلنا العكس، الكونستانت هاي لما بيكون عنده لو افينيتي. صح، يبقى الاجابه هتكون سي. طب اباوت التمبريتشر، انا هي واحده هتكون غلط. الاوبتيمم تمبريتشر هي التمبريتشر وين ذا انزيم از اوبتيمالي اكتف. اي 56 دي بتكون اوبتيمالي اكتف؟ لا طبعا. تمام، لما بيكون درجه الحراره صفر مبقاش فيه اكتيفيتي. ايوه الاوبتيمم تمبريتشر بتاعت معظم الانزيمات بتكون، انا هنا نسيت اكتب معظم الانزيمات بس ماشي، معظم الانزيمات بتكون 37. ايوه فالاجابه الصح هتكون بي. طيب احنا كده خلصنا يعتبر التوتوريال ده، ودي تكمله ان شاء الله هتنزل النهارده او بكره، يعني عشان انا بسجل يوم الاحد سوري يعني حد وصبح الاثنين كمان، فيعني هيبقى ليه تكمله هتنزل. وبس كده ثانيه، عايزه اراجع برضو على الفاكتور افكتنج انزيم. احنا قلنا 5 كونسنتريشن و3 اخرون. 5 عندنا 3 اللي هم دول، لا سوري اللي هم دول كده اللي هم دول بيتناسبوا طرديا مع سرعه التفاعل اللي هو سبستريت وانزيم كونسنتريشن وكونزيم اكتيفيتور، واتنين بيتعاملوا طرديا برودكت وايه وانزيم انهبيتور، وعندنا 3 تانيين تمبريتشر وبي اتش والستريك ريجوليشن. وبس كده نكون خلصنا المحاضره يا رب. يعني هو انا الصراحه اتاخرت، ويعني مش مبرر يعني، بس يعني يا رب تكونوا استفدتوا وسهلتها عليكم. وشكرا جدا لكم ان انتوا سمعتوني، وربنا يوفقكم.